أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية أنه تم قطع الاتصالات بين مدينتي طابا وسانت كاترين، وذلك تحسبا لحدوث أي انفجارات بالمنطقة، مما أسفر عن وفاة 3 أشخاص من بينهم السائق مصري الجنسية وإصابة 14 آخرين. يذكر أنه أثناء انتظار إحدى الحافلات السياحية بمنفذ طابا البري حدث انفجار بالجزء الأمامي منها. كانت الحافلة تنقل عددا من السائحين الحاملين للجنسية الكورية وغيرها من الجنسيات الأخرى عندما حدث الانفجار، بينما أوضحت الداخلية أنها تقوم حاليا بتمشيط المنطقة وتجديد الإجراءات الأمنية بها.